هيجي واحد يقول لي من اخواتي الغاليين طبعا على قلبي، دي القناة دي موجودة بقالها كتير على نايل سات. انا عايز اقول لحضرتك زي ما بيكون في قنوات جديدة ايضا بيكون في محتويات جديدة بتقدمها قنوات موجودة على نايل سات. مش شرط تكون القناة لسه جديدة، ممكن تكون قديمة لكنها بتقدم محتوى جديد الكل بيحبه، والقناة يمكن التقاطها في أي مكان في الوطن العربي. فهنيئا للجميع ومبروك المحتوى الجديد. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة أبو الصحاب سات، وبعد الصلاة والسلام على رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما. في البداية هعرفك إيه هو التردد الخاص بالقناة اللي معانا في حلقتنا النهاردة، الحزمة العامة، واللي بتشتغل على جميع الأجهزة، بتشتغل اتش دي وبتشتغل اس دي. هعرفك ايه هو التردد وهقول لك في الاخر ايه هو المحتوى. ركز معايا في كل كلمة انا بقولها، بس في البداية يا ريت محدش ينسى دعمه لقناة ابو الصحاب سات بالضغط على زر اللايك. اللايك بتاع حضرتك ده يا غالي هو بجد اللي بيديني الشغف والقوة ان انا استمر واقدم لك كل جديد. وكمان صدقني المحتوى اللي هجيبه لك في حلقة النهاردة واللي هسيبه لك في اول تعليق، انا هسيب لك المحتوى يا غالي يا غالي يا غالي على قلبي، هسيب لك المحتوى في اول تعليق تحت بالموعد باذن الله تعالى. لكن دلوقتي هعرفك ايه هو التردد. ما تنساش تعمل شير علشان غيرك يستفيد، ناس كتيرة جدا بتحب المحتوى ده. التردد هيكون 11316، تمام؟ 11316 على معدل ترميز 27500. استقطاب هيكون عمودي او حرف الفي او كلمة اسمها رأسي، تمام؟ لو التردد ده ما جابش عندك اشارة يبقى انت اكيد عندك مشكلة في اشارة الطبقة. هيتم ظهور 10 قنوات على هذا التردد، طبعا لو انت عندك جهاز اس دي هيكون اقل من كده. اما بخصوص صورة القناة فهتكون موجودة تحت قناتين، يعني اسم القناة موجود مرتين، مرة اتش دي ومرة اس دي، مفيش اي مشكلة. اما بخصوص الاسم الخاص بالقناة، ما تنساش ان اسيب لك المحتوى الجديد للقناة اللي هتظهر هنا قدام حضرتك في اول تعليق مسبب. قبل ما اختم حلقتنا النهاردة في نصيحة بحب اقولها دايما لكل اخواتي وكل حبايبي في كل مكان في الوطن العربي، الا تجعلهم المشاهدة يا اصدقائي تلهيكم عن الصلاة وعن ذكر الله وعن العبادة وعن حياتكم اليومية. دائما انتبه لنفسك ونظم وقتك وخلي دايما كل حاجة في حياتكم يكون ليها وقتها. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.